هاد الجهه فيها الضوء، الجهه فيها الضوء، الفاصل كاين حتى 100 متر بيناتهم، هنا ما كاينش الضوء. 10 متر لا 10 متر 10 متر تكون كامله شاف كامله شاف زنقه 6 متر من فوقاش هادشي؟ او راه سنين من فوقاش هاد الناس هادو بناو هنا ما عندهمش من 2000 واقيلا كثر 99 ما حضرها من فوقاش شاهد عيان 99 تقريبا 99 وما فوق عيوم ما يديروا الطلبات عيوم ما يديروا حتى حاجه ما كاينش والناس اللي ساكنين هنا شكون هم العسكريين المتقاعدين و... ما كاين والو حي منسي حي منسي الناس في العربيه دابا عندهم الضوء عندهم الماء وهنا ما كاين والو الماء كاين ضم الناس مدخلين الماء والضو ما كاينش هاد الجنود قضاو نص في عمرهم في اوكي ما خرجوا زعما دوزوا سنين في هذا ودافعوا عن الوطن دافعوا عن وفي الاخر ملي تيكون شي حاجه مثلا الخطاب الملكي ولا هذا ما تيشوفوا حتى حاجه ما كاين والو ودا باتري تيكون هذا ويطفى ليهم ولادهم تيقراو تيبداو يضويو الشمع ما قلت باش يرجعوا الحياة مكرفصة وصاف والمجلس البلدية شنو قال؟ ما تيوعدهم دابا نديرو دابا نديرو شي حاجة ما كاين الوعود الفارغة والو ما كاين حتى حاجة ما كاين حتى شي مشاو وشكاو وقالوا لهم غنجيو نديرو لكم اليوم غدا عيوم يتسناو قالوا لهم في رمضان ها رمضان داز العام اللي فات كي هذا العام كي العام اللي جا وصاف الناس محرومين ما كاين والو الناس محرومين هم محرومين بطبيعة الحال كاين شي واحد دابا اللي ما يبغيش يتفرج وما بغيش يشوف التلفازه الاخبار وخصوصا ان الديور هنا والديور المبنيه هذا ديك الدار اللي الهيف هذيك دوك اسمنا حي هذا ضيت نزا ضيت نزا في نيسا للاسف اجي تشوف تزيد القدام وتشوف ما اجي هذه ماشي تهميش تهميش وهاد الاحياء في الجوار ديال هاد الحي هذا الناس اللي من مور هاد الحي هذا وباقي متابعين الحي المنطقه قرويه كاين ليهم عندهم الضوء وعندهم هذا وهنايا الناس اللي باينين هاد الاحياء تيستغلوا ما في الانتخابات انتخابات في الانتخابات الا كان الانتخابات تيجيهم الوعد هذا تيوعدهم غنديروا لكم غندير لكم حتى شي حاجه ما كاين ومشاو شي مره للمجلس البلدي والعمله مشاو عاود مشاو للعمله مشاو تيعاودوا منين كان العام اللي فات من غير هذا مشاو شكاو قال لهم غادي ندير لكم ما كاين حتى حاجه وهذا واحد من الساكنه ديال هذا هذا هو اللي من الساكنه الناس ديال الخميسات شحال من عام انتم ساكنين هنا؟ 81 اخي 81 ملي تبناو هاد الديور دابا شحال من سنة؟ على حساب 10 سنين تقريبا 8 سنين 9 سنين 10 سنين؟ دابا باش بعتي الوقعة لخويا محمد شحال؟ 15 سنين وخويا محمد راه دابا شي 6 سنين 6 سنين باش خلص تقاعد وما كاين والو حتى هو ديما الباتري ديما الباتري وكاين الشباب بزاف هنا غير الشباب راه تلفي وللاسف ان كاين الدور هنايا في هذا المستوى هذا على الدار هذه الدار من الطبق بروميير ايطاج وما كاين والو ما كاين لا ضوء ولا بغى يطلع في الدرج خصو يطلع بالشمع ولا البوطه ولا وكيفاش تيديروا الناس هنايا في الليل مع ما كاينش الانسان بالليل ما تيخرجش مثلا بالنسبه للبنات كل هذا ما تقدرش تخرجهم بالليل الا خرجتي خصك ولا بغيتي غير تسافر تخاف على دارك ما كاين لا ضو لا امن لا وما كاين حتى حاجه بالليل حتى الدوريات ما تيكونوش بالليل هنايا تيوليو الناس في ديورهم وتيسمعوا الغوات والناس مستعدين باش يدي الواجب ديالهم مستعدين باش يخلصوا مستعدين باش يدخلوا الضو يخلصوا يدي الواجب ديالهم ولكن ما المجلس البلدي لا وجود له المجلس البلدي تيوعدهم الوعود ما كاين لا والو اليوم غدا غادي نجيو نديروا لكم غنفعل لكم ما كاين حتى حاجه لا
العام اللي راه قال لهم انا غندخل لكم الجرد. لوقاش كانوا مشاو الناس عند هذا العام؟ ماشي غاكوكاش راه الا جيتي تشوف منين تبنات هذه الحيوان ما تيمشي. راه مود هذه وما تيمشي مشاو الرجال مشاو العيالات وعاودوا العيالات وعاودوا الرجال وعاودوا تطلع عليهم الدمزه. وما داروش شي محاوله للشكايه ديال الباطل من الارض. الباطل الباطل الله يخليك. للاسف. كنشوف واحد الشارع هنا، الشارع هذا يلاه يلاه هذا في الجيز ديالو، ولكن هذا الشارع هذا ما خارش مازال محبوس من الجهة من هذا الشيء من الحي على هذا الحي هذا كامل، من الجهة الغربية ديالو راه محبوس، ومن الجهة الشرقية ما خارش الشارع الطريق اللي تدي الباسيون اللي تدي الخميسيتي هادين وتدخل المدينة ما خارش ليها باقي محبوس. تسمى هذا حي منسي. حي منسي. بمعنى لا يعقل واش الديور من بريمير ايطاج وما عندهم لا ضو ولا ماء، والناس العربية عندهم الماء والضو، والشباب هنا باقي ضايع. عاد تشوف الطريق فين تيلعبوا. ما كاين لا بلاصة التيران، ما كاين لا فين يلعبوا ولا والو. تيلعبوها قدام الديور ساكنين الناس، وراك عارف. ما عمر ما جا شي مسؤول هنا يشوف هاد الحالة. ما كاين والو، كاين الوعود. المسؤولين ديال هنا فين هما؟ غاشفارة